بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بإذن الله نكمل في الدروس بتاعتنا. هنا معانا اف كونديشن. اف كونديشن دي ليها 3 حالات. اول حالة معانا بنكتب اف وبعد كده الكونديشن الشرط بتاعي وبعد كده كول، النقطتين فوق بعض، وبعد كده الخطوات اللي انا عايز انفذها لو الشرط ده اتحقق صحيح، يعني بدي تاب، بدي مسافة كده وابدأ اكتب الخطوات بتاعتي، لان انا لو ما اديتش المسافه دي وكتبتها هنا يعتبر اف فاضل. يبقى الحاله بتاعتي اف كونديشن، كونديشن ده لو صحيح هينفذ كل الخطوات اللي جوه اف. طيب الحاله التانية هتكون عامله ازاي؟ بالشكل ده، اف كونديشن الشرط ده الاول لو اتحقق بينفذ الحاجه اللي جوه، else كولن برضو وادي تاب، يعني لو الشرط ده ما اتحققش او غير صحيح هينفذ الحاجات دي. يبقى الشرط ده صحيح هينفذ ده، غير صحيح هيدخل ل else ينفذ اللي جواها وبعد كده ينفذ اي حاجه بعد اف. طيب الحاله الثالثه، اف كونديشن الشرط ده كونديشن 1، يعني الشرط الاول ده لو اتحقق هينفذ اللي جوه، لو غير صحيح هيروح ل اف الثانيه else اف، تتكتب بالشكل ده. الشرط الثاني، الشرط الثاني اتحقق هينفذ اللي جوه، ما تنفذش هيروح ل else ينفذ اللي هي يعني دي غلط ودي غلط، يبقى هيروح ل else ينفذ اللي جوه. طيب هنا ننبه على حاجه بس، ان ممكن يكون عندي اكتر من else if، يعني هنا مكتوب واحده بس، بس ممكن يكون else if condition 2 بعد كده خطوات ما تحققش، لا في else if تانيه condition 3، else if condition 4، else if condition 5، براحتك. اخر حاجه بس لازم تقفل بيها بتكون else وتقفل. طيب هناخد مثال على اف، بيقول لي عايز ايجاد القيمة الأكبر بين عددين. هنعمل الكلام ده ازاي؟ المستخدم هيدخل عددين وليكن مثلا اكس وواي، فبعملهم دول قيمة عددية، فبستخدم ايفال انبوت بقول له انتر اكس فاليو انتر فاليو اوف واي، دخلهم. الشرط بتاعي بقى هستخدم هنا الحالة التانية اللي هي لو الاكس أكبر هينفذ، هيطبع لي جملة يقول لي ان الاكس اكبر، الس يعني الشرط ده لو ما اتحققش الاكس مش اكبر يبقى اكيد الواي، يبقى اف الس هطبع اقول له اطبع لي الواي، فهتبقى بالشكل ده اف اكس اكبر من واي برنت اكس الس برنت واي. هنيجي في البرنامج نعمل هنا كليك يمين نيو بايثون 5 بروجرام 6، هاجي هنا في اي برنامج هاخد مثلا ال x وال y بالشكل ده، هنا خليته يدخل لي ال x ويدخل لي ال y. بعد كده نيجي للجملة الشرطية بتاعتي اللي هي بحققها. هنا عشان نلاحظ بس، في حاجة اسمها operation بتاعت المقارنة، في أكبر من، في أكبر من أو يساوي، في أصغر من، أصغر من أو يساوي، في يساوي يعني لو ال x equal y، بس بتكون 2 يساوي، يعني 2 equal معناها بيختبر هل ال x يساوي ال y ولا لا، لكن equal واحدة معناها بتدي قيمة، بتدي يعني دي بتدي قيمة لل x، لكن لما يكون 2 equal دي في الشرط مع f. هنيجي برضو ناخدهم بعدين، فهنا هكتب f x أكبر من ال y colon. بصوا لما دوست انتر ادى تاب على طول، معنى كده ان الكلام ده جوه اف، فاف الاكس اكبر من الواي هقول له برنت، ناخد اي جملة برنت من هنا، هقول له برنت ايه اكس از ذا لارج فاليو، تمام. لو الاكس اكبر يبقى هتبع لي اكس اكبر إلس، قولهم برضو نفس النظام، هاخد برنت دي بس هقول له الواي اكبر. لما اجي انفذ البرنامج اعمل ران بروجرام 6، بيقول لي دخل لي قيمه الاكس هدخل له 5، الواي ب 20، قال لي y is the large value. طيب اجرب تاني، خلي ال x اكبر، ال y مثلا ب 15،
ال x ب 15 وال y ب 3، ال x is the large value. طيب هنيجي هنا لمثال تاني برضو، بس عايز إيجاد القيمة الأكبر بين 3 أعداد. المثال ده هستخدم فيه الحالة التالتة اللي هي if condition الشرط الأول، else الشرط التاني، بعد كده else الأخير. طيب الكلام ده هعمله إزاي؟ هو هنا عايز يدخل 3 أعداد وأشوف القيمة الأكبر بين الـ3 أعداد، يبقى هستخدم x y z أقول له دخل لي 3 أعداد دول. تمام، هنا بقول له x يعني عايز اختبر بقى ال x اكبر من ال y زائد ان هي اكبر من ال z، يعني لازم تحقق الشرطين دول. فعشان تحقق الشرطين لو انتوا عارفين اللوجيكال اوبريتور اللي هي اند لازم الشرطين يتحققوا. فانا بكتب اند ال x اكبر من ال z. طبعا لو انتوا عارفين الفرق بين اند اور، اور لو حطيت اور يعني بيحقق واحدة بس من الاتنين، لكن اند لازم يحقق دي يعني الاكس اكبر من الواي، ولازم برضو دي تحقق اللي هي الاكس اكبر من الزد عشان يعتبر ان الجملة دي كلها صحيحة. لو الجملة دي صحيحة يبقى كده هينفذ اللي جوه اف اللي هي اكس لارج فاليو. طيب الحالة التانية بقى هكتب له else if ال x أكبر ال آسف ال y أكبر من ال x and ال y أكبر من ال z colon. أقول له print هنا بقى، هاخد دي موجودة معايا أهي، أقول له إيه يعني لو اتحقق الشرطين دول ال x أكبر من ال y وال y أكبر من ال z معنى كده ان الواي اكبر، فيقول الواي لارج بال. طيب لو الشرط الاول ما اتحققش يعني الاكس مش اكبر واحده، والشرط الثاني رحت للشرط الثاني الواي مش اكبر واحده، هنا مش محتاج اكتب شرط ثالث، ولا الاكس اكبر ولا الواي اكبر، معنى كده بالطبيعي ان الزد هي الاكبر. هطبع على طول في الالس دي، هطبع ان الزد هي اكبر واحده. لما اجي اعمل ران اجرب مثلا اول حاجه الاكس اكبر واحده، ادخل 10، الواي مثلا 2، الزد ب5، فبيقول لي ايه x large value. طيب نجرب تاني، خلي ال y المرة دي أكبر، تمام مثلا 10، ال z 3، قال لي ال y large value. نجرب ال z المرة دي، هنا هنعمل 10، 15، 30، قال لي ال z is large value. دي بتعمل ايه بقى؟ العلامات and or not دي في البوابات المنطقية logical برضه هناخدهم في الدروس اللي جايه باذن الله اكتر من كده. كده الدرس ده خلص معانا، اشوفكم باذن الله الدرس الجاي ومع امثله جديده.